ونتمنى يعجبوكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة، وشكرا. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. معكم من جديد ام سلمى من قناتي وقناتكم سالومي تيفي. اليوم غادي نوجد معكم لي باك او المعكرونه بالقشده الطريه وبالدجاج. اللي بغى يتعرف على المقادير يبقى معايا. غادي نحتاجو صدر قطع ديال صدر الدجاج او لاداند اللي كاين، الابزار، الزنجبيل، زيت الزيتون، الملح، بصلة متوسطة، والمعكرونة. وهنايا كاين واحد الفص ديال الثوم اللي حكيته مع الدجاج. نبداو على بركة الله. انا راه غادي درت الماء يسخن يطيب باش غادي نسلق هاد لي بات، وهانتوما معايا. وبعد ما يغلى غادي نزيد زيت الزيتون. الماء ديالنا ها هو بدا كيغلى، غادي نزيد معلقه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الملح فاش غادي نسلقوا هاد لي بات او المعكرونه. ودابا غادي نخلي غير شويه ونزيد عليه المعكرونه، وغادي نمشي نوجد الصلصه باش نقدم المعكرون. لي بات ديالنا ها هي تسلقات، ها هي درتها كتصفى. غادي ناخذ واحد المقيله غادي ندير فيها زيت الزيتون، ونديرها فوق البوطه باش نشحر فيها البصله، وهانتوما معايا. ها هو الزيت ديالنا بدا كيسخن، غادي ندير هاد البصيله حتى تهبط شويه. شويه الملح، غير شويه حيت غندير حتى فوق الدجاج. نخليوها حتى تنزل شويه هاد البصيله، عاد غنزيد الدجاج. ها هي البصيله ديالنا نزلات، غادي نزيد هاد القطع ديال لاداند، وهنايا راه فص ديال الثوم. كنقطعوهم رقاق البنات باش دغيا يطيبوا لينا. شويه ديال السكينجبير، راس المعلقه ولا شويه ديال البزار، صافي ما فيهاش شي توابل كثيره غير البزار والملح وشويه ديال السكينجبير حيت الدجاج وهذا كيبغيو سكينجبير. ونشحروهم مزيان حتى يطيبوا. صافي دابا هو طاب لينا هاد الدجاج او لادان. غادي ندير القشدة الطارية،
نخليه فوق البوطه واحد جوج دقائق ونطفي عليه. نخليه شي جوج دقائق ولا ثلاثة غنطفي عليه وندوز باش نقدم لي بات. دابا غادي نرجعها فوق النار واحد شويه ونحيدها ونقدمها بالصحه والراحه. نتمنى يعجبكم الفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناه من اجل الدعم، وشكرا.